السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم طريقة الرقاق. نسمي بسم الله كده اهو. اقطع منه حتة نقدمه كده. احلى رقاق مورق اهو، شايفين؟ رقة برقة، ولا شارب ولا بايش ولا ناشف. احلى رقاق تاكليه بطريقة مطبخ بوسهيمة. معانا النهاردة طريقة الرقاق بطريقة وتكاية جديدة، تكاية متميزة. تابعي بس الفيديو للنهاية هتعرفي ايه التكاية اللي تخلي معاكي الجلاش طري، مش جلاش، الرقاق طري مورق وعامل زي الجلاش. تابعينا ما تنسيناش في اللايك والشير، ولو انت اول مره تشوف القناه انزلي اسفل الفيديو هتلاقي علامه حمراء فعليها واشتركي على كلمه كل عشان يوصلك كل جديد. يلا نتابع الطريقه والوصفه. معايا هنا 4 معالق زبده، وهنا معايا كيلو لحمه انزل بيها. هنعمل عصاب المرة دي بطريقة مختلفة. هروح على ما هي تتفرفر من بعضها كده من غير أي توابل. هحط لها التوابل والفلفل والملح. لما تنزلي عليها بالبصل الكرومي 3 بصلات كبار، الأول تفضلي تقلبي فيها كده. هننزل بالبصل ننزل بالفلفل الأسمر شعرة جوزة الطيب شعرة قرفة قلبيه غطيه بقى يكمل شويه. هنا هنعمل بقى هنسمي بسم الله كده وهنقول معانا بس طريقة الرقاق النهاردة. معايا العصاج اللي منزلها لكم طريقته، ادي طريقة العصاج. ومعانا سمنة او زبدة وفرشة، معايا مية دافية بس مش سخنة من غير اي حاجة خالص، ولا ملح ولا اي حاجة. وادي صينية مدهونة زبدة، وادي الرقاق بتاعنا. الرقاق ده رقاق محلات مش رقاق بلدي. تمام، ناخده اول رقاقة متكسرة. خدي من تحت وسيبي المتكسر ده في النص. انا بفضل ده عن البلدي، بيبقى تخين اهو. بتجيبي كده بسم الله الميه كده. انا بعمله تحت الحنفيه المفلتره، بس انا علشان التصوير بعملها لكم كده، بيبقى خفيف وجميل ومش هتحتاجي شوربه، لاني هتسقيه شوربه في الاخر. اول رقه بس بتعمليها من تحت ومن فوق، عشان لازم تكون طريقة عشان السوى بتاعها اهو. هنضيفها كده. دي طبعا بقيت الرقة لاني الصاج كبير. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهات جديدة. لو عندك شوربة اوكي، بس انا بفضل المية، لان انت في الاخر هتسقيه شوربه برضه اهو. كمل الرقه بتاعته اهي. هتدهني، هعملها كده، هعمل كام رقه. ده نص كيلو رقاق هقسمه كده على الصينيه. هدهنيها بالفرشه الزبده بتاعتي، ولازم بين كل رقه والتانيه تدهنيها. مفيش حاجة اسمها مفيش. يا سلام بقى
لو رشت فلفل اسمر بتدي له ريحه حلوه جدا. مش كل رائقة ولا حاجة يعني، الفلفل الأسمر ده كل كام رائقة كده. هكذا هنعمل نفس العمايل دي عشان ما اطولش عليك الفيديو، هوصل للنص قبل ما احط اللحمة كده. وصلت النص الرقاق، بدهن بزبدة، اجيب اللحمة بتاعتي اوزعها. وارجع احط الرقاق بنفس المنظر اللي احنا قلنا عليه في الاول. تبليه وتحطيله زبدة لتاني، وفي الاخر هخلص كل كمياته كل الكمية، وارجع نشوف الخطوة الاخيرة ايه. وصلنا للنهاية، هروح اجيب مغرفتين شوربة، نجيبوا بقى الخلطة بتاعتها. هنجيبوا مغرفتين شوربة، ضفت عليهم انا فلفل اسمر، اضيف عليهم بقية الزبدة بتاعتي، هضيف بيضة، ممكن بديل البيضة قشطة او كريمة هتحطيه على الرقاق. مش عايزة اقولكوا هيطلع عامل ازاي. بسم الله اهو، ودخليه الفرن كده. خلص معايا صينية الرقاق كله هيشربه. قطعيها قبل ما تدخليها لو حبيتي يعني، بس دقيقتين بس كده، ما يطلعش معاكي ناشف ويطلع معاكي الرقاق مظبوط، لا ناشف ولا طري. ليه؟ لانك انت هتشيله مغرفتين الشوربه دول، كوبايه شوربه يعتبر اقل من كوبايه شوربه، والبضايه دي بتحمر وشه. مش عايزه تحطي بيض ما تحطيش، مفيش اي مشكله. انا ساعات ما بحطش اصلا بيض، وبحط بداله الكريمه او القشطه اللي هي وش اللبن. تمام، هندخله الفرن ونشوفه بعد ما يخلص. وده كده بعد ما طلعتها من الفرن الشكل النهائي، هبتدي اقطعها معاكم واقدمها. نقطعها مع بعض. شايفين بقى كده طريه ولا ناشف ولا طري، بالكوبايه المغرفين الشوربه اللي انا قدمتهم معاكم اخر صينيه الرقاق. الى اللقاء في وصفه جديده اخرى من مطبخ بوسليمه.